السلام عليكم خوتي، معكم ميدو كلاش. ان شاء الله تكونوا بألف خير، الحمد لله يا رب العالمين. ميدو كلاش ديما معكم خوتي، وجديد جيب لكم مواعيد خوتي ثقافية نستفادوا منها جميعا. البارح خوتي تخيلوا واش صرالي، تخيلوا صارت لي وعكة صحية، صارت لي وعكة صحية، دخلت لي المستشفى لمدة 3 ساعات. كيش بدات هذه الوعكة الصحية خوتي؟ كما العادة رحت للعمل تاعي، الورشة تاعي، مكان العمل تاعي. تمينا صباحا بديت العمل تاعي، كان معايا العامل تاعي اللي يخدم معايا في الورشة. فقت، تخيلوا خوتي، انا رحت للعام العادي لقيت روحي في المستشفى، مكان الاستعجال في ليرجونس. تخيلوا خوتي، باش تعرفوا الانسان ما يسال في روحه والو، مجرد انسان ضعيف خلقه الله سبحانه وتعالى، وربما اضعف من النملة او اكثر. سبحان الله، كن فتكن. خرجت من المنزل بكل صحة جيدة، رحت للورشة العمل تاعي، فقت في مكان استعجالات في ليرجونس في المستشفى لـ4 ساعات. أكسجين، سيروم، سبحان الله. قال لك أصابتك وعكة صحية على مستوى القلب، الضغط. وانا قبل هذه الحادثه هذه خوتي، كانت عندي واحد المشكله لا داعي لذكرها، حاله غضب. وصل الغضب نتاعي لواحد الدرجه ما تصوروهاش، لا داعي لذكرها. الحمد لله يا رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل. هذيك مرحله الغضب اللي فت فيها انايا هي اللي ادت بيا للمستشفى، والحمد لله. أشكر الأطباء والممرضات اللي قاموا بالواجب، الحمد لله يا رب العالمين. خوتي نصيحة من عندي، إيفيتيو الغضب. الغضب راه اليوم في اليوم هذا الزمن اللي رانا فيه يؤدي إلى حالتين، يؤدي بك إلى المستشفى أو القبر نهائيا. الغضب راه واعر خوتي، الغضب اليوم الانسان ما يقدرش يتحمل. نقولوا الكاس كيتعمر يفيض، هذه هي صار له كيما النهر من تسقط الامطار بغزاره، النهر يفيض. هكا صار لي انا خوتي، والحمد لله خوتي. هذه زعما هذا الفيديو درتها لكم كنصيحه باش الانسان يتفادى الغضب. الغضب راه خطير اليوم خوتي، الغضب راه يؤدي الى القبر مباشره خوتي. وهذه مشيئه الخالق وقدر الله ما شاء فعل. والحمد لله خرجت البارح راني بصحه جيده الحمد لله يا رب العالمين. الطبيب قال لي ما كان عليك والو، الحمد لله يا رب العالمين. درت تحاليل، داروا لي تحاليل السكر ما جبروش، ما لقاوش فيا السكر. الحمد لله القلب سالم، الحمد لله يا رب العالمين. قالوا لي انت الغضب هو اللي ادى بك الى المستشفى، الضغط خوتي. تفاداو. الحمد لله. شوف الانسان ما كانش اللي راهاني اليوم، الانسان اللي يقول لك راني هاني يقول له تكذب. هاد المومو هاد العصر اللي رانا فيه ما كاينش اللي راه عايش لافافي، ما كاينش اللي ما عندهاش مشكله. كاين اللي راه عنده مشكله مع الزوجه والزوجه عندها مع الزوج، كاين اللي عنده مشاكل عائليه، كاين اللي عنده مشاكل مع العمل، كاين اللي عنده مشاكل ماليه، كاين اللي عنده مشاكل تاع ورد. ولكن خوتي اللي من المشاكل مشاكل 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 واعرين بزاف خوتي، من مشاكل مرض، من مشاكل ما يصيب القلب. وعندما يصيب قلب الإنسان ما يقدرش يتحمل
ويدي نفسه للتهلكة. والله سبحانه وتعالى قال لك لا تدعوا أنفسكم إلى التهلكة. خوتي الحمد لله راني بصحة جيدة والحمد لله يا رب العالمين. ميدو كلاش يسلم عليكم ديما ويبغيكم، وبارطاجيو هذا الفيديو، وشكرا لكم والحمد لله يا رب العالمين.